السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. الموت يفاجئ الطباخة الشهيرة شميشة فواحد الانسان اللي عزيز وغالي على قلبها. فخليكم معايا اخوتي باش تعرفوا شكون توفى ليها، ودعواتكم مع اخوتي بالرحمه والمغفره. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، والله يثبتو عند السؤال ويجعل مأواه الجنه ان شاء الله يا رب. فكيف ما كتعرفوا باللي شاف شميشة دخلت القلوب المغاربه وكيحبوها الناس داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، ومخلية حياتها بعيدة على مواقع التواصل الاجتماعية، إنسانة داخلة سوق راسها بعيدة كل البعد على المشاكل. وكيف ما قلت لكم ما كتنزل والو على الحساب ديالها، وحتى خبر الوفاة ماشي هي اللي نزلاتو، وإنما واحد الباج كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام هي اللي نزلت هذا الخبر على الحساب ديالها، ونزلت الصورة ديال شميشة ورافقتها بتعليق كتقول فيه: إن لله وإنا إليه راجعون، الموت يفجع الطباخة الشهيرة شميشة، وفاة عمها الحاج المختار الشافعي. فإن لله وإنا إليه راجعون. فكيف ما سمعتوا أخوتي، فالشاف شميشة توفى لها العم ديالها، الله يرحمه والله يصبرها على فراقه. وتعازينا الحارة للشاف شميشة والعائلة ديالها، الله يرزقهم الصبر والسلوان، والله يجعل محبته صبر. ودعواتكم مع أخوتي بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، والله يثبته عند السؤال ويجعل مأواه الجنة إن شاء الله يا رب. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.